ركزوا، لما أنا بعمل ملاحظة قبل البرايم بعملها لقلكم شو شفت بالريبيتيسيون، بدو تطيش عرارتك. كل برايم له طابع خاص، وكل برايم بالنسبة للطلاب كأنه أول برايم. يلا قربنا لنطلع. في رهبة المسرح، الجمهور، الأداء المباشر وتحدي الذات حتى كل طالب يثبت وجوده. لكن رغم الخوف الأجواء كانت حماسية، والليلة كلها تحدي. أبداً مو فاضي، قاعد أكل عند الشوكولا، بلا برايم بلا بطيخ شوكولا. بهالوقت كات وومن وسبايدر مان عم يتحضروا. اثنين اقوى سوبر هيروز. محمد and I only have 4 minutes to save the world. بالكواليس بتشوف كل الحماس. رح غني تركي اليوم بالبرايم. كل اغنية من اغاني البرايم، عربي انجليزي فرنسي او تركي، هي اثبات بحد ذاتها وإلها رونقها وسحرها. وكاسيلا باراك. واللي بيكون على المسرح بتواكبه ورا الكواليس حركة وحماس من دون انقطاع. قبل ما نشجت قلت لي مبلا نشجت. أنا أصلاً تعبان صوتي، ما عم بقول لي إنه إيه نشجت. ما نشجتي، أنا كنت حاطط الإنيرو عم بسمع، كانت بتعقد ومتجاوبة مع الجو. أنا أصلاً بعقد. أكيد هيدا شيء طبيعي يعني، ولما بتعقدي ما كنت عقدتيني. وصار موعد التوب فايف. هون الكل بيعيشوا نفس الشعور، مين بيطلع اسمه، والأهم مين بالمركز الأول. أما المرتبة الأولى بسمة. أنا توفان وكتير كتير مبسوطة الحمد لله. توب 2 اوكي، بس ارغب واطمح بالحصول على التوب 1 ان شاء الله، وسوف احقق هذا ان شاء الله. وبارك البسمه واقول لها تسلمنا على مهند الحقيقي ونور، لانه ملينا من مهند اللي عندنا. مهند بيعرفني وحابب يتعرف علي اكثر كمان، انا ما بعرفه. ناصر هالاسبوع كان عارف خطأه، بس وعدنا بالمركز الاول قريبا جدا. صراحه الاسبوع اللي فات ما عملت منيح، فما بستحق انه انا اكون بصراحه، بس ان شاء الله هالاسبوع الجمعة الجاي بإذن الله. يا ريت احنا ثلاثة نرجع فعلاً. اعملوا نفسكم صدقين، اعملوا نفسكم. صار وقت التصويت. يحيى، ألف مبروك ليحيى. أخذ يحيى أعلى نسبة. تراك. أما ناظم فانتهت بالنسبة له مغامرة ستار أكاديمي. بعد 35 يوم خرج ناظم ومعه شنطة مليانة ذكريات. إن شاء الله يكون الناس حبوني بهالفترة اللي قضيتها، وإذا طلع أي شيء من غلط أنا معتذر. صحيح عصب بعد تسميته، لكن بقلبه انزرعت نبتة اسمها الحنين، بتضل تكبر معه طول العمر. أحلى ستار أكاديمي، مش حنساكم.